بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله في الدرس هذا الخفيف البسيط راح نتكلم عن الوتر وله سنن. أول سنة لمن أوتر بثلاث ركعات أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، كما روى ذلك أبو داود والترمذي وابن ماجه. السنة الثانية أن يقول إذا سلم من الوتر سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. والثالثة وفيها زيادة عند الدار قطني يجهر بها ويمد بها صوته ويقول رب الملائكة والروح، صححها الأرنوط كما روى ذلك أبو داود والإمام النسائي والله أعلم.